اليوم بعلمكم سويت وايت حلو من خبز الباريوش. طبعا انا استخدمت كيسين من الباريوش، شوفوا اول واحد قطعته، الحين الثاني. ريحة تجنن باريوش. بنحط السكر على البيض، بعدين نبدا شوي شوي تدريجي نفتح الماكينة. الحين خفقت ثلاث بيضات، كوب سكر، ملعقة فانيلا كبيرة، ورشة ملح، خفقتهم. الحين عندي الحليب، اوكي؟ القسم الثاني عبارة عن حليب وكريمة، اوكي؟ اخليهم على النار شوية، لان شوي احس بدأ يغلي اطفي. بس حسيته انه بدأ يغلي، شوفوا خلاص بس اطفي النار. والحين عندي البيضة اللي سويتها مع السكر، اضيف عليه الحليب. بسم الله تدريجي وحرك، بسم الله. الخليط اللي سويناه، يلا دوت تحب تساعديني صبي؟ ايوه، برش سكر عليه. عموم الماي الله يسلمكم، تجيبون طبق اكبر عنا طبعا. الحين بحط المي الساخن، بسم الله. هني مي يا سلام سلم، يا جمال يا جمال، يا سلام سلم. واو واو، تاكلونه ويا الايس كريم البودينج، يا سلام. شوفوا 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 شوفوا.